ائتمنه ويحترمون منطلقاتك ويحترمون تقديمك للأستاذة الكبيرة الأستاذة خناتة بن نونة التي سوف نكرم فيها اليوم المرأة المسلمة المغربية الأصيلة التي عندك يسحب لكم دائما. كانت الأستاذة خناتة بن نونة يعني تكرم، راه كانت الظروف عندها صعيبة وصبرات وصمدات وبقات متمسكة بالمبادئ. واليوم البارحة لما كنت كنتكلم معها والبارح أظن قالت لي أنها كرمت 90 تكريما أو أكثر، وها أنت اليوم يا أستاذة سنكرمك نحن، فاقبلي منا هذا التكريم البسيط والمتواضع. بالمناسبة راه حنا ما لقينا ما نعطيوك. علاش؟ لأنك طلقت الدنيا قبل أن تطلقك، ولأنك بعت كل أتاتك ومتاعك وفراشك وكل شيء وأعطيته لفلسطين. وهذا ما لم نفعله نحن ولا نملك أن نفعله، وحتى إذا أردنا محال الأزواج ديالنا يتفقوا معنا. فاللي جا عند لالا خناتة بن نونة دابا خصو يوجد راسو باش يجلس في الأرض، راه عندها غير الزربية اللي جا كتجلسوا عليها، وما كتبغيش العيالات يجيو عندها. قالت لك غيعيبوا عليا الرجال، ما كيعيبوش. ولهذا لم نجد شيئا نكرمك به إلا مصحف، وحنا عارفين اللي عندك مصاحف كثيرة، ولكن هذا المصحف هو رمزية لما مثلتي من تمسكك بمبادئك ومرجعياتك والأساس الذي بنى هذه الأمة أستاذة خناتة بن نونة. الإخوان الكرام الأعزاء، ملي كتكلم معايا كتقول لي واحد الكلام في الحقيقة يفقد الصواب، تحسن في الثناء علي أكثر مما أستحق. كتقول لي أنت كتفكرني في الناس القدام، لأنك كتظهر متشبث ومتمسك بالمبادئ والقيم اللي كانت عندهم. فاحنا أستاذ خناتة اليوم غنكرموك أنت وغنكرموا فيك جميع الزعماء ديال الأمة المغربية، وعلى رأسهم سيدي علال الفاسي رحمه الله لما كان يمثل، لأنه كان أبا روحيا وثقافيا وسياسيا لك وسندك في معاركك كلها، وها أنت تخرجين منتصرة فيها بعد هذا العمر الطويل، والعالم كله يشهد لك بعد أن خرجت علينا في الجزيرة. وبشجاعة نحن نسأل الله أن يعطينا جزءا منها. إخواني أخواتي، الموضوع اللي جمعنا اليوم ما بقى عندي أنا ما نقول فيه. الإخوان تكلموا لعلى الشريعة، لعلى يعني التقطير الدستوري، لعلى التقطير الملكي، بل إن مولاي محمد خليفة من اللي تكلم خرج من جبته السياسية وهو يعني ودخل في جبته الفقهية اللي هي الأصل، لأنه قارن بن يوسف، وتكلم كلاما شعرنا فيه بالأجسام ديالنا يعني تتمشي وتجي، وذكرنا بمصير قوم لوط الذين جعل الله سبحانه وتعالى قريتهم سافلها عالية، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وأمطر عليهم حجارة مسومة عند ربك للظالمين. فهذا الذي يقوله لكم مولاي محمد ليقول لكم إن هذا يمكن أن يكون مصيرنا لا قدر الله إذا خرجنا عن ديننا. فنحن يجب أن لا نخرج عن ديننا مهما كان الثمن. وبطبيعة الحال ذكركم بالمواثيق الدولية وكل هذا، وحنا رحنا عايشين في القرن 21، وعايشين في الأمم يعني في المنتظم الدولي، ما خرجينش منه. ما كنقولوش لا لكل شيء، ولكن كاين شي مسائل كيخصنا نقولوا فيها لا، ونقولوا ملي توصل لها خصنا نقولوا لا ونعرفوا نقولوا لا، وإلا ما عرفناش فين غادي نوصلوا. وهذا اللي غادي نوصلوا هو اللي يمكن لي الإخوان أنا نحددكم فيه واحد الشوية، بطبيعة الحال محاولا لا أطيل، ولو أنه يعني الكلمات ديالي في بعض الأحيان تصل إلى الساعة ونصف، ولكن
غادي نحاول ما نفوتش على اكثر تقدير. شحال بغيتي شي نص ساعه؟ لا احنا الاخوان تبعوا النتائجكم. احنا لما تحرك هذا الورش مره اخرى بعد 20 سنه من الورش الاول اللي كان في العهد ديال اللي كان 2001 من بعد ما جاء محمد السادس حفظه الله وانتهى ب 2004، قلنا طيب سيدنا تكلم ما بقى لنا احنا ما نقولوا. كون لجنه، داك اللجنه استدعتنا، كولنا مذكره اعطيناها ليهم، وبعض الاحزاب الاخرى اعطت مذكرات معارضه لمذكرتنا. قلنا ماشي مشكل، هذه مذكرات كل واحد كينطلق من المرجعيه ديالو، راه ديك اللجنه حنا عندنا الثقه فيها، فيها عقلاء وفيها علماء ما غيخليوش شي حاجه ماشي هي هذيك. واذا به يعني في غفله من الزمان واحد المنظمه كتنتمي للبلاد وكتخلصها للبلاد خرجت مذكره تتعارض مع كل ما هو مبني عليه هذا الوطن، تتعارض مع ديننا، تتعارض مع دستورنا، تتعارض مع تأطيرنا الملكي، وتتعارض مع ما يريده مواطنونا. وهذا الشيء الاخر سمعتي، وهذه القضيه ديال المواطنين ما نطولش فيها، غنقول لكم شوفوا غير الاحصاءات ديال الراي ان المغاربه لا يقبلون بديلا عن المرجعيه الاسلاميه في الاصلاح ولا يرفضون الاصلاح. هذه السيده هذه بالطريقه اللي قالت لكم الاخت لم مات داك الشيء باقلاته بالدارجه فهمتيني ولا لا، وجابته للناس وقالت لهم يلا صوتوا فهمتيني ولا لا، وصوتوا الناس وفي نفس اليوم دفع ما ناقشوا، ما عطاتهم الوقت الكافي، ما والو، عطاتهم يمكن جوج ولا ثلاثه ديال الدقائق. واحد الاخ انسان كيمثل الجانب العلمي خرج احتجاجا، واحد الاخ يعني صوت بامتناع، والاستاذه معززه مكرمه وموفقه صوتت بلا. وبما ان هذه السيده لم تحترم الديمقراطيه ولم تحترم حقوق الانسان في النقاش، فان لا ديال الاخت ديالنا عزيزه البقالي خير من كل نعم التي صوتت عليها. ولا ديال الاخت عزيزه البقالي هي التي سينصرها الله على نعم ديال الاخرين. طيب هاد الناس الاخوان، حنا ملي داروا هذه المذكره، سمحوا لي ناخذ هذا، ملي داروا هذه المذكره طبعا حنا بلغنا الخبر، يعني وانا ايتي سكونداليزي، جينا حنا كتبنا واحد المذكره تردوا عليها، وكنا غنشروها وكنا غنديروها في ندوه صحفيه. رسلت قال لي السي دريس الازمي مشكورا، واخا تيقول لي ما تذكرش سميتي السي علي، قالها ولكن انا كننسى عاد كنتفكر معاك. قال لي ناسيدي حنايا هاد المذكره ما نتكلموش عليها، درنا مذكره تتواجه داك الكلام ورسلناها للجنه، قلنا نصيفطوها للجنه ونسكتوا بحالنا ونخليو هاد الشيء، راه اللجنه لها واسع النظر. واذا بحزبين كلاهما احزاب عريقه، ما عندنا ما نقولوا، اذا بحزبين يعني يتفقان بعد خلاف لم يتوقف منذ دهر، كيخرجوا واحد البلاغ في المناصرة ديال هذيك المذكرة. كيخرجوا واحد البلاغ كيناصروها فيه، فقلنا دابا ما بقاتش الهضرة، حنا احترمنا التأطير الملكي، السياسة هذه قمنا بالواجب ديالنا، تكلمنا شوية ولكن ماشي. وإذا به ولينا في مذكرات ومذكرات مضادة، ولينا في اجتماعات ديال الأحزاب مشتركة تريد أن توحي بأن المجتمع يقبل هذا الكلام. ولهذا الكلام ديالي اليوم، راه المولاي محمد كان كيهضر معاكم واحد الكلام إلا فهمتيه، راه بغى يقول لكم راه هذه دابا مسؤوليتكم أنتوما، أنتوما دابا حنا ملي غنمشيو غنرجعوا، حنا كبرنا غنمشيو نرتاحوا،
نتوما خصكم تحملوا المسؤوليه ديال توضحوا هذا الشيء للمغاربه، لان المغاربه ماشي ضروري يفهموا هذا الشيء كله بهذه السرعه، واخا هما الفطره ديالهم سليمه، واخا هما الفطره ديالهم سليمه. فيعني كيقول لكم خصكم هذه المسؤوليه هذه دابا تحملوها نتوما، جيتي وسمعتي المذكره الاولى موجوده، المذكره الثانيه راه غتطبع في الايام المقبله، وراه كاينه في الانترنت ياك السي دريس، كاينه في الانترنت، راه كاينه في الانترنت اللي بغى يشوفها. وهالكلام اللي قلنا والكلام اللي قلت انا الا جيتيو تسمعوه خصكم فهمتي ولا ظهر من الوقت. هاد الناس هادو الاخوان بغينا نشوفوهم شنو بغاو بينا. تكلمنا على الشريعه، تكلمنا على الدستور، تكلمنا على التقدير المرقام، نشوفو شنو بغاو بينا. بغاو بينا سيدي هاد الناس، قال لك اولا وقبل كل شيء بغاو عدم تزويج الطفلات، بل تجريم تزويج الطفلات. شنو هما الطفلات؟ الطفلات هما البنات اللي عندهم قل من 18 عام، يعني مولات 16 عام طفلة، مولات 17 عام طفلة، مولات 18 عام طفلة. واش بالله عليكم واش دابا مولات 18 عام قل نهار ولا يومين طفلة؟ وماشي بغاو المنع، بغاو التجريم، بمعنى أنه أنت ولدتي ديك البنية وكبرتيها وقريتيها وداويتيها، وجا واحد الولد بغاها وبغاتو وباقي ما كملش الوقت، الا زوجتيها تمشي للحبس. واش كتفهموا الهضره ولا ما كتفهموهاش؟ المغاربه انا راه حنايا دابا البنات ما بقاوش يتزوجوا قبل 18 عام، ومن دابا شويه لتمينا غاديين هكا ما غيبقاوش يتزوجوا كاع. هادشي راه واقع الان، هادشي راه واقع. انا غنقول لكم حنا نقول لكم فين غنوصلوا، ما يبقاوش يتزوجوا كاع، لانه دابا انا الاسره ديالي كانوا فيها البنات ما كاينش 18 عام، 40 عام ما كاينش 18 عام ما مزوجاش. اليوم كاين تبارك الله البنات ناضجين وتبارك الله والامكانيات القاريين وعندهم السياره وحتى عندهم حتى الدار. ابنيتي واش تزوجتي؟ لا عمي، لا حبيبي، باقي ما جات حتى شي واحد. هذا هو المشكل الحقيقي اللي خص هاد الناس يفكروا فيه. البنات جالسين بوحدهم، فهمتي ولا؟ هذا هو المشكل الحقيقي. خصنا البنات ديالنا يتزوجوا، ولكن شي مرات شي مرات واحد 5000 ولا 6000 في العام، ياك الخلفي ياك هادشي اللي كاين، 5000 ولا 6000 في العام كتكون ديك البنت اما تتعيش في الباديه وخرجت من القرايه وجا شي واحد جاه السعد ديالها اللي تيقولوا المغاربه، هذه شي مؤامره. فجا السعد ديالها فعوض ما تزوج باغا يقول لها بنيتي ما نقلكش تزوجي لانه ما عندكش 18 عام. هذاك الولد هذاك اللي جاي خطبها ما غيبقاش كيتسنى، غادي يمشي في حالته يمشي ياخذ وحده اخرى اللي عندها 18 عام وهي يمكن تزوج من بعد يمكن عمرها ما تزوج. الوزر ديالها على هاد الناس اللي كيتكلموا على هاد الشيء الا داز هاد القانون. وحنا اش كنقولوا؟ كنقولوا يا ودي اذا نحيدوا، حنا كنقولوا الاخوان كنقولوا الا كانت شي بنت ما عندهاش سن الاهليه ديال الزواج القاضي هو اللي يحكم. فعلاش هذه القضيه هذه خلق لهم مشكل؟ قال لك اسيدي واش بغيتيو تخرجوها من المدرسه وتزوجوها؟ طيب 350 الف واحد كيغادروا المدرسه كل عام، ما بانوا لهمش، بانت لهم غير 5000 ولا 6000 ولا 7000 بنت بغات تستر راسها وبغات تزوج. وتيقولوا في نفس الوقت ما كاين مشكل الا الدراري مع بعضياتهم مارسوا العلاقات الجنسيه. واذا علاش خايفين؟ شنو كاين في الزواج من غير العلاقات الجنسيه بالاساس؟ وواحد القضيه وكيقول لك لا ما يمكنلاش تحمل، وهذيك اللي مشات تتمارس الجنس في الحرام واش ما غاتحملش؟ شحال منهم كيحملوا؟ شحال منهم تيولدوا قبل ما يتزوجوا؟ شوفوا القوانين اش كتقول. ولكن دابا لقاو الحل، قال لك حنا اذا نعطيونا الحق ديال الاجهاض، يعني هاد الناس مجرمين قتاله باغين يقتلوا، هادو مجرمين باغين يقتلوا الاجنه في بطون امهاتهم. والله سبحانه وتعالى كيقول واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. حتى هذا الجنين هو انسان مخلوق، ولو ترك لنفسه لربما يقينا في 99% سيصل الى
إلى أن يولد، ومن حقه أن يولد، ومن حقه أن يحترم، ومن حقه أن يتبناه المجتمع، ومن حقه أن تتحمل الأسرة، لا أن نتخلى عن المرأة التي وقعت في معصية لأننا حرمناها من أن تتزوج في الوقت المناسب، أو لأننا حرمناها من حقها الطبيعي. هذا غير معقول ولا يمكن أن نقبلها. فلهذا إخواني وأخواتي، خصكم تعرفوا حدما واحد القضية جداروا لنا هذا الناس، داروا لنا بحال اللي قالوا لنا محمد تغرى، قوتي قلبوا حتى حاولوا يلقاو تغرى، قالوا المساواة. حنا كررنا حولهم المساواة، كلمة المساواة، ولكن مولاي محمد ما ردش الباب، قال العدل. لا، ما كيقولوش العدل مولاي محمد، يقولوا المساواة. والمساواة قيمة محترمة في مجالها، داك الشيء اللي حنا فيه متشابهين. أما الحاجة اللي ما متشابهينش فيها خص العدل، خص العدل أعظم من المساواة، قيمة أعظم من المساواة. كيف يعقل أن نسوي بين رجل وامرأة؟ رجل يقضي حاجته ويأخذ لذته في دقائق معدودات، وامرأة تتحمل نتيجة ذلك أن تحمل وتلد وترضع وتربي. وكتعرف واحد القضية، الرجل في بزاف الحالات كيسمح بولاده، المرأة كتموت بالجوع وما كتسمحش بولادها. حنا جات عندنا للدار امرأة عندها طفلة معاقة نهائيا، ومراتي كتهضر معاها، اش دارت داك المرأة؟ باست الأرض بيديها، قالت والله هاد البنت أنا ما عمرني تخلى عليها، شنو موقع حتى يفرق الله بيناتنا. هذه هي المرأة المغربية، ماشي المرأة اللي يعلم الله شنو بغيني يديروا بها. قال لك أسيدي خصنا المساواة في الإرث. طبعا هاد العيالات ديالنا البعض منهم كيسمعوا هاد الكلمة المساواة، بعدا ما كنهضرش مع الكبار، الكبار راه فاهمين عارفين وتزوجوا اللي عطى الله عطاه، كنهضر مع البنات راه هادو غيخليوكم بلا رجال. شنو اللي كان كيفرح المغاربة؟ ثلاثة د الحوايج، إلا حفظ الدري ولا الدرية القرآن، إلا تزوج، إلا مشى للحج. ها القرآن هما باغيين يعني كيضيقوه، ها الزواج هما غاديين ليه، غادي يبقى لينا الحج والعمرة. فاللي بغى يحج بوحدو ملي يكون عنده 60 عام حيت عمرو ما تزوج يمشي يحج، أنا ما عندي مانع، ولكن الحج مع مراتي أحسن ليا بكل صراحة. هاد الناس يقولوا بغاو المساواة في الإرث. هاد المساواة في الإرث وبغاو الوصية. نبداو بالوصية، شنو هي الوصية؟ الوصية هي الإنسان يوصي بفلوسه لمن ما بغى من اللي يموت، يوصي الولد، يوصي البنت، يوصي المرأة، يوصي الخو، يوصي الخال، يوصي الأب، يوصي الأم، يوصي القط، يوصي الكلبة، يوصي الجمعية، يوصي أي كان. هادشي اللي كاين في أوروبا، لأنه ما يمكنش هادشي منين جانا، جانا من أوروبا، وحيد جانا من أوروبا، شوفوا أوروبا شنو فيها. ودابا راه القيومية نايضة، وقلتها لكم على الورث ديال جوني هاليداي، ودابا راه القيومية نايضة على الورث ديال آلان درو، باقي ما مات. وديك الساعات وجدوا ريوسكم، اللي مات ليه شي واحد يجيب المحامي ويجي، وغندوزوا الأوقات ديالنا والحياة ديالنا في المحاكم. هذا من جهة. من جهة أخرى، اليوم الأخ والأخت خوت، غدا ملي الراجل والمرأة غادي يورثوا بحال اللي كيقولوا هاد الناس هادو، ما غاديش يبقاو خوت. الراجل غيقول للمرأة الختو انت ديتي لي حقي، وهي غتقول القانون اللي عطاه لي، غيقول لها دابا دبري راسك. اليوم المرأة ملي كيكون عندها مشكل مع راجلها، عند من كتمشي اولا؟ عند باها. الاب هما خرجوه، بغاو يخرجوه من العقد ديال الزواج. دابا بغاو ما يبقاش الاب يوقع. الاب ملي كيوقع مع بنته كيوقع على انه قابل للزواج، يعني يناصرها، اتفقت مع الرجل ولا اختلفت مع الرجل. واش المراه اللي كتهضر مع الرجل بوحدها بحال المراه اللي كتهضر مع الرجل بابا؟ ايوا كيفاش هادشي؟ ردوا البال البنات، راه انتوما هما دابا لا سيبل، ثم هما الهدف المستهدف لإفساد ما تبقى في هذا المجتمع. فلهذا خصكم تردوا البال، وثم هذا الأمر حنا خصنا نفهموا واحد القضية،
احنا مؤمنين وما كانش الايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان تكون لهم الخيارة من امرهم. ولهذا بغي نقول لهاد العيالات ولهاد الرجال تا داك السيد رجال الشقر داك السيد من عبد، ردوا البال بينكم بالله، قراوا القران الكريم. شوف انا غنقول لكم واحد القضية، غنحترمكم في حالة واحدة، الا جيتي وقلتي ولا المغاربه حنا ما تليناش بغينا القران الكريم، ما تليناش بغينا المذهب ديال الامام مالك، ما تلينا بغينا حتى شي حاجه. ودابا راكم كتقولوا هذا الكلام بطريقه مغلفه، كتقولوا بغينا نقطعوا مع المحافظه. هذه يا سيدي ماشي المحافظه، هذا كتاب الله الذي نزل من السماء واجتمعت عليه الامه اكثر من 14 قرنا وسيبقى افضل كتاب الى ان تقوم الدنيا. قولوها، هذه هي الحقيقه. انتم تريدون تغيير احكام الله وحتى المجتمع لا يتفق معكم، أين هي الديمقراطية التي تتحدثون عنها؟ قال لك سيدي لمنع ضد كل أشكال العنف ضد النساء، احنا متفقين، احنا متفقين العنف ضد النساء احنا ضده، ولكن بغيت نسولكم فين كاين العنف ضد النساء، في بلادنا ولا في بلاد الكفار؟ لا ماشي في بلادنا، ماشي في بلادنا بنيتي، انت غلطة وتصنتي لي نقول لك فرنسا كل يومين ونصف تقتل امرأة، وريني شحال من مرة انت كتعرفيها قتلها رجلها او لا صاحبها. راكي غلطة بنيتي، وانت يا وحدة من الناس اللي غلطين خصكي تراجعي، لانك مؤمنة تراجعي كتاب الله وغتشوفي هذا الشيء. اليوم فرنسا الاخوان الكرام، فرنسا كل يومين ثلاثة كيتقتلوا امرأة، 140 معدل ديال 140 امرأة في العام كيقتلها اما رجلها إما صاحبها إما شخص كانت عنده معها علاقة يقتلوه، تيسميوه لو فيميليسيد، وتيخرجوا بمظاهرة مرة في العام ضد هذا الشيء. شو حلوا عينيكم شوفوا شنو كاين في الدنيا. في المكسيك الإخوان 13 المرأة تقتلوا يوميا، لأن علاش؟ لأن احنا العلاقات ديالنا مبنية على الله والرسول، ومبنية على العفاف، ومبنية على البركة ديال الله، ومبنية على الصبر، أمدي على التعاون، أمدي على التكامل، بحال اللي قال مولاي محمد. هادو بغاو يديروا القوانين، القوانين القوانين هي اللي غتوصلنا لهذا الشيء لا قدر الله، وديك الساعات غتكون واحد المشكله كبيره. قال لك اسيدي هاد الناس بغاونا الا طلقنا نتقاسموا الممتلكات اللي اكتسبناها خلال الزوجيه، يعني داك الشيء اللي تزاد على كل واحد فينا قبل ما نتفارقوا نقسموا على جوج. هذه كتعجب العيالات، تتعجبهم، ولكن ما شافوا شيء لو روفير دو لا ميداي. سيتي الميداي اللي فيها روفير، اللي فيها الظاهر والباطن او الوجه والظهر. هذه القضيه الاخوان والاخوات شنو غتعطي؟ ما غاديش تعطي انكم غتقاسموا الاموال مع الرجال ديالكم اللي تفرقتيهم، غتعطي انهم ما غيبقاوش يتزوجوا. ها هو رونالدو دابا، راه السي محمد السي بن حمزه جاب المثال ديال رونالدو، قالت له امه وليدي ما تزوجش بهذيك السيده اللي انت عايش معها، غير خليك عايش معها ما تزوجش بها، لان الا تزوجتي بها غتدي لك فلوسك. ما غيبقاش الزواج راه العيالات. سمعوا لعبد الاله بن كيران شي يقول لكم قبل فوات الاوان. ثانيا باي حق؟ باي حق؟ لا لا لا، فلوسك ديالك وفلوسي ديالي. إلا مت عندك الحق في الثمن ولا الربع، إلا متي عندي الحق في الربع ولا النصف، إلا بقينا عايشين راه كلشي ديالنا مجموعين. قال لك أسيدي النفقة، ما كاينش النفقة الراجل ينفق على المرأة، ما كاينش الراجل يعطي الصداق للمرأة، كلشي الحوايج اللي عندكم زوينين بغاو يديهم لكم. سمعوني مزيان شنو نقول لكم، أنا ما كنجاملكمش. دابا هذا الراجل هذا غير يلبس، ما عرفش غير يلبس ويتم جاي عندنا للدار عطيوني المراه، كيفاش؟ اولا وقبل كل شيء خصك تكون قادر باش تنفق عليها. واش لا قال لك اسيدي غنفقوا بجوج؟ ياك اخويا انا نولد البنيه ونكبرها، انت في الاخر نعطيها لك نقول لها وتبدا تقاسم هي وياك، شرينا جوج خبزات انت وحده تخلص وحده نخلص وحده، شرينا جوج كيلو ديال اللي وانت تخلص وحده، ونبداو نقيدوا في هذا الشيء. هذا الشيء اللي وقع دابا في كندا، شوفوا بعينيكم. وثانيا هذا الصداق
هو رمز الرجل كيجي وكياخذ واحد المراه من الدار ديالهم اللي كانت معززه مكرمه كياخذها وكيدير بها اللي بغى، حتى واحد ما كيجادلو فيها، وهو ما يدير حتى شي حركه رمزيه تبين ان نيته حسنه، حتى هو خصو يلتزم بشي حاجه، كيلتزم بالصدق. راه سيدنا موسى 8 سنين هو خدام باش يتزوج، 8 سنين ديال الاجره ديال سيدنا موسى ولا 10 سنين ما عرفتش شحال، اي ما لجلين قضيت فلا عدوان عليه، ما عرفناش شحال، اما 8 سنين اما 10 سنين. لو كان جينا نحقوا هذا الشيء ما كاينش حنا اللي يدي البنت لما جاب المنضه ديال 8 سنين، والمراه كتستحق، وهي هذاك الفلوس اللي كتقبضهم، والمراه كتستحق، وهي هذاك الفلوس اللي كتقبضهم، اش كدير بهم؟ كتشري لها حويجات، كتأتت البيت، كتأتت البيت، كاين مناطق عندنا اللي المراه كتأتت البيت كامل، فهمتيني ولا لا؟ إلا عطات الراجل هاي، إلا بغات تعطي الراجل منه شي حاجة ماشي مشكل، حيد الصداق، لزم بالنفقة، قسم النفقة، شمن مرا غادي تبقى مع راجلها إلا عرفت راسها إلا بقات معاه تمات غتدي الثمن ولا الربع، ولا طلقات منه غتدي النص ديال الولد اللي كدير، شكون هاد المرا اللي غتبقى مع راجلها؟ إيه خاص شي مؤمنة نيت، خصوصا الا كان شي واحد ماشي بحالي انا راه ما عندي والو تقريبا، بحال شي واحد عنده شي 10 المليار وخص شي ايمان ديال امنا عائشه رضي الله عنها. فين هذا الشيء؟ هادو غيخربوا الاسره ديالنا الاخوان المحترمين. واحد القضيه اخرى، هاد المراه هادي ما عندهاش هي ثروه، دابا ولاو تبارك الله محاميات وطبيبات ومهندسات وتاجرات وربات اعمال وعندهم ثروه، إذا كانت المرأة تقدر تعكر الجوع على الرجل حتى يطلقها، حتى الرجل راه يمكن له يعكر الجوع على المرأة، ملي يشوف عند المرأة الفليسات ويشوف راسو غيدي غير الربع، فهمتي ولا، ينوض يعكر عليها الجو، تمشي هي وهي الطلاق، يدي النص، علاش؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، هذا حكم الله الإخوان، هذا الشيء ديالنا، هاد الناس في الحقيقة أنا هاد الناس اللي كيقولوا هاد الكلام. نبهني مولاي محمد لواحد القضيه، قال لي خص هذا الشيء ما يكونش في المغرب، حنا دابا كنقول لهم هذا الكلام باش ينتبهوا، يرجعوا يشوفوا القران ديالهم اش تيقول، خصهم يفهموا باللي هذا الشيء هذا يشم ولا يفرك. الاسره كتبنى على سنه الله ورسوله، وتتحضر فيها البركه ديال الله، والعلاقات فيها مبنيه على المكارمه، الرجل يعطي افضل ما عنده للمراه، والمرأة تعطي أفضل ما عندها للرجل، ماشي كيتحاسبوا، هادو التجار اللي كيديروا الحساب، التجار كان العلاقة ديالهم مبنية على المشاححة الإخوان، ما مبنياش على المكارمة، الرجل والمرأة مبنيين على المكارمة. أرنا دابا بغينا نطلوا واحد الطليلة على هاد الأوروبيين نشوفهم فين وصلوا، وصلوا للزواج المثلي، هو تكلم عليه مولاي محمد، عرفتي شنو هو الزواج المثلي؟ هو اللي في الحقيقة كان لا يخطر على بال، وهو الرجل يتزوج بالرجل والمرأة تتزوج بالمرأة، حنا مزوجين بالعيالات ومن العائلة ديالنا وما كنتفهموا إلا بصعوبة. قال لي مقيم، هذاك مقيم ديال الاتحاد الشراكي، قال لي قال له با واحد النهار قال له وليدي أنا وأمك، قال له الاتحاد الشراكي، قال له أنا وأمك وليدي راه حنا مزوجين هذه 60 عام باقي ما اتحدنا. كيف غادي يكون هذا الزواج ديال الرجال بالرجال والعيالات بالعيالات؟ وصلوا لهذا الشيء، وصلوا للزواج بدون عقد، اجي لالا دخلي للدار، اجي يا سيدي دخل للدار، جيب حوايجك، متفاهمين القبولات والعشق والسينما والمسرح والعطله والبلاج والباكور الهندي، واحد النهار كيدابزوا، كيرجعوا من شهر العسل تيقول لها قد الحوايج، كتقول له قدهم انت، علاش نقدهم انا؟ نقدهم انت، نقدهم انت، نقدهم انا، صافي نتفرقوا، تيهز عاوتاني الباكاج ديالو يزيد مع الطريق، او هي تهز الباكاج ديالها تزيد مع الطريق، ايوا فين هي الاصول؟ فين هي الموده؟ فين هي الرحمه؟ فين هو العقد؟ كانت طلاقه الاخوات، سمحوا لي،
إلا كنتي فرحاني بالمدونة ديال 2004 كان خاصها تعالج، لأنه كان الطلاق تزاد ب 50%. واش دابا الطلاق يتزاد ب 50% تكونوا فرحانين؟ عجبكم الحال؟ ماشي الطلاق كان كيتحرم منه المرأة، لا، كان الطلاق بيد الرجل، لأنه هو اللي كيتحمل المسؤولية النهار الأول، فكيخاف يجي يشتت البيت ديالو. المرأة اش كدير إذا أضر بها؟ كتمشي عند القاضي، القاضي كيطلقها إلا تأكد من الضرر. دابا أعطيناهم الحق بجوج، تزاد الطلاق، هذا هو المشكل الحقيقي. إذا كانت عندكم غيرة على المجتمع ديالكم، اش وقع لهاد الأوروبيين الإخوان؟ وقع لهم أنهم بداو كيتزوجوا الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أولا ما كيتزوجوش كاع، أولا ما كيتزوجوش كاع، كيديروا غير العلاقات تيسميوها الكونكوبيناج. دابا وصلوا لحاجة أخرى. واش عرفتي وين وصلوا؟ وصلوا للكراهية ديال بعضياتهم. سمعوا مزيان اش كنقول لكم. البهجة العظمى اللي كانت في الحياة ديال الإنسان اللي هي الزواج ستنتهي، لأنه الرجال ولاو تيخافوا، لأنه قالوا لهم إذا جامعت زوجتك دون أن يكون عندك إذن مسبق خاصك ستتهم بالاغتصاب. ولا الرجل مع مراته نعس الفراش، واسمحوا لي احنا وصلنا ما عندي ما نخبي عليكم، وخايف لا يقولوا له راه غيغتصبها. شحال ما جاتو من فكره كيبقى يدورها في راسه 20 مره، عاد يشوف واش يقولها ليها ولا ما يقولها ليهاش، وعاد يشوف واش هي متفقه ولا ما متفقاش، وواحلين باش يوثقوا كيفاش متفقه. كيقولوا باللي خاص يبدا يكون واحد الرساله اس ام اس باللي المراه متفقه ولا ما متفقاش، او الراجل متفق ولا ما متفقش. اضحكم عريفكم ها. ولاو الرجال كيخافوا، ولاو العيالات كيخافوا، خصوصا بعد هذه الحمله اللي داروا ديال ميتو، اللي تسمات ديال ميتو. والان انا شفت جوج ديال البرامج، واحد سميتو لا غريف دو سيكس، يعني العلاقات الجنسيه الناس ولاو دايرين عليها الاضراب في فرنسا. واحد البرنامج اخر سميتو مشات لي الاسم ديالو، فهمتيني ولا لا، في حضره واحد المنشطه وجوج ديال المتخصصين، جوج ديال المتخصصات، وكيتكلموا على انه الرجال والنساء اصبحوا كل واحد منهم يحل مشاكله الجنسيه شخصيا. ونزيدكم من البيت الشعر، من الشعر بيتين. وهذا الحل ديال المشكل عن طريق البورنوغرافيا وعن طريق العاده السريه. شوفوا فين وصلوا. وقالوا هما خان، هذا الشيء غريب، لان الفرنسيين انا متبعهم من 73، كل حياتهم تدور على الغوايه، والمسرح ديالهم والثقافه ديالهم والسياسه ديالهم كل شيء، الرجال والنساء والرجال والنساء والرجال، دوخونا ودوخوا العالم كله. صافي، قال لك دابا هذا الشيء، هذا في 2030 ستنتهي العلاقات الجنسيه في فرنسا. الاولاد نقصوا من 2.1 ولا شي حاجه، نقصوا الالف ل 1.9 في الاسره، 1.9 بمعنى كل اسره ما بقاتش كتعطي جوج ديال الاولاد، معناه ان فرنسا لن تتجدد بالفرنسيين، خصهم يجيبوا الناس من خارج من خارج من خارج. واش شايفين ريوسكم فين غاديين ولا ما شايفينش؟ ولكن بطبيعه الحال الناس ما كيسمعوش هذا الشيء، ما كيفهموش، ما كينتبهولوش، واكلين شاربين. الحمد لله الاسر ديالنا في العموم يعني ما تزال مستقره في العموم الى اخره، ولكن الذين يشتغلون علينا من خارج حدودنا ويجدون عملاء داخل البلد ويضغطون. انا اعتبرت هذا الكلام، هذا اللي قالوا هاد الناس، في ضغط على الدوله كلها بلا ما ندخل في التفاصيل. شنو تيخص يدير الشعب المغربي؟ خصو يقول داك الشيء اللي قالت الاخت لا والف لا، وردتها الاخت خناتها بنونه لا والف لا ومليون لا. علاش؟ قولوها. Yeah.
انا 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 كنتكلم مع الشباب، كنتكلم مع الاطر، كنتكلم مع المفرنسين، كنتكلم مع الميسورين، وكنتكلم مع الناس اللي عندهم يعني اثر في بلادهم. هما هادو كنعرفهم من اللي خوتي وحبابي وعائلتي واصدقائي ومعارفي وخوتي مغاربه كافي. كنتكلم حتى مع هاد اليساريين اللي هاد الشيء هذا على كل حال عفا عليه الزمن، كان كيتقال واحد الوقت، ولكن دابا ما بقى عندكم لا الشعب لمن تقولوا والا 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 والا. الا بغيتيوا هاد الشيء نديروا استفتاء اللي قالوا لي محمد، نديروا استفتاء محمد، نديروا استفتاء واش بغينا المرجعيه الاسلاميه، المذهب المالكي يا اخوان، حيت كاين شي حوايج ما كيتفهموش هكذا. المذهب المالكي راه هو واحد المذهب يعني كيجري في الدماء ديالنا، ربما نخالفوا الاحكام ديالو بعض المرات، ولكن تيخصو يبقى منصوص عليه. والملك الله يحفظه نص عليه في خطابه الاول في البرلمان، ونص عليه في الخطاب الاخير. فخص هذه المسائل هذه اللي جمعتنا خلال 14 قرن وجعلت منا امه عظيمه، حكم يعني حكمت الاندلس ووصلت الى افريقيا يعني ديال الساحل، ودافعت عن الاسلام في الشرق. هذا راه ماشي اللعب هذا الاخوان، ماشي قضيه ديال ليغاليتي بابا سي كوم مامون سي با فري بابا اي مامون سي با لا ميم شوز. الله يهديكم بابا بابا وماما ماما، الله يرحمهم جميع، وعاشوا متعاونين وعاشوا يعني انا الوالد والوالده رحمهم الله، والوالد ديالي مات عندي 16 عام. مره واحده سمعته قال لها واحد الكلمه كتبين على شويه الشلل. كان المجتمع المغربي هكذا، يجب ان يعود هكذا. البشريه والاخوان سمعوني مزيان، البشريه في حاجه اليكم لكي تردوها الى الصواب. هاد الناس راه بغاو البشريه كامله يفضيو معها، وراهم غاديين، وراهم كيوصلوا لهذا الشيء، وعندهم اساليب، وتيخترعوا قوانين، وتيخترعوا كلمات، وتيخترعوا. علاش ما قالوش اللواط؟ لان كيعرفوا باللي اللواط ما يقبلوش المسلمين، وما يقبلوش لا المسيحيين ولا اليهود، ولكن تيقول لك بالمناسبه اليهود تاع ما تهضر معاهم على الشريعه ديالهم. الشريعه ديالهم بالمناسبه تيتكلموا على الختان ديال البنات، وانا حتى انا لست متفقا مع ختان البنات، كيعيروا به المسلمين ديال الشرق، ولكن الختان الاولاد تاع ما تهضر عليه. علاش؟ ما عرفتش علاش؟ حيت اليهود كيختنوا، الحمد لله اللي تنتوما، الحمد لله اللي اليهود كيختنوا باش كتختنوا وليداتكم. كتفهموني ولا ما كتفهموني؟ على كل حال راه ما بقاش شي واحد غيحاول يوضح لكم اكثر من هذا الشيء اللي كنقول انا. احنا وصلنا للقاع الخبيث. ولهذا اخواني اخواتي، اليوم المشكله مشكله مرجعيه، ماشي قضيه احكام قانونيه. في اطار هذه المرجعيه، الاصلاح المؤطر بالمرجعيه كما قال جلاله الملك، وهكذا سيكون ان شاء الله الرحمن الرحيم. لان هذا الشيء هذا هاد الحرب الجديده اشتعلت من بعد ما مع الاسف الشديد ذاك السيد الوزير سي عبد اللطيف وهبي جمع العيالات وقال لهم هذا الاصلاح غادي يخرج محافظ، انتم ما سنتونيش دبروا لريوسكم. هذا بطبيعه الحال تاجيج من عضو في اللجنه، عيب عليه، واجب التحفظ. حنا في حزب سياسي تحفظنا، وهو كوزير عضو في اللجنه ما تحفظش. دابا اللي عطى الله عطاه، الثقه ديالنا بعد الله سبحانه وتعالى طبعا في اللجنه، لان فيها عقلاء وفيها حكماء وفيها علماء، وطبعا بعد ذلك في جلاله الملك. ولكن نريد ان نقول بحال اللي قال محمد، ان الشعب المغربي، لان واحد القضيه الاخوان، الشريعه ما كنعرفوهاش كاملين، ولكن كاينه في الذات ديالنا، قارئ القران سمعناه، اللي ما سمع بزاف سمع شويه، عارفين شنو هي الشريعه ديالنا. الشعب المغربي ما غيقبلش هذا الشيء، وباش ما يقبلوش خصو يتحرك، وخصو يتحرك اليوم، ولا خصنا نديروا بصيره مليونيه، حنا مستعدين مره اخرى نديروها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.